السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معكم ايمان بابايا تخصص مكان هندي ومكملات وفي حاجه تانيه هبعتلكم ان شاء الله. المكان دي سيتها موجودة في الربوكي، فبصوا المنظر، يعني كانت هي مش المنظر ده، كان التراب بقى، وكان اقول لكم كان المنظر بشع، يعني مسحت فيها بس بصوا لسه فيها اثار. يعني بصوا المنظر دي ان شاء الله، بصوا المنظر، بصوا يعني لسه كمان ايه لسه هنضفها، بس لقيتها يعني ايه في حاجات ناقصة. طبعا لقيت بعد الباب هنا مش موجود، ولقيت مكان الابرة هنا اللي ارتبط بيه الابرة مش موجود برضه، تمام. وشكل صحتها دي اختبنا عشان خاطر تعرف الصلاحه، شكلها ما عرفتش لان هي مكتوبه غلط للابره، وان شاء الله حلوه. سنجر القديم اللي يجيف اللي هو ايه اهو شغال، بس طبعا اذا عايز غسيل غسيل مكوى هي مكنتش عايز تتحرك خالص، بس هي برضه لسه عايز تتظبط لان هي مش بتتحرك. جبت اللي هي اصلا بتاعت التروس اللي بترفع التروس وتنزلها. وعايزه اقولكم بس المكان اللي كنت هنا، بصوا مصدية ازاي، منظر صعب اوي مصدية. انا كمان بس حاولت اعمل زيتها، بس طبعا عايزة تتغسل. بصوا مصدية خالص، كنت تحت النار. بصوا بقى من تحت عامل ازاي، يعني ده كله عبارة عن صدى. بصوا منظر، بصوا من السكة اللي عايزة انضفها هنا، ده كده عبارة عن صدى كده، تحسوا كده انها ملزقة في بعضها. يعني ده كده هيتغسل ونظبطها من كده جدا ان شاء الله. ودي برضو دي بقى مطرحة بقولكوا هنا السجون، هنا دي كده مفتاح واقفلها، بس هي طبعا ايه جامدة جدا مش عايز تتحرك. وكنت برضو المطور وصلي المنظر ده، طبعا مقطوع على الفيشة، بس مع الحظ ان طبعا خدت الدوايز بتاع المكنة الهندي، لقيت الحمد لله تركب يعني. بس طبعا زي ما قلت كده عايز شوية تظبيطات، وعايزة غسيل وتظبيط جامد. انتظر ان شاء الله بجد بقى المكان الساعة السمرة بإذن الله.